خاصة. عندي كل الجرأة باش نقول بأنه أنا كنفتخر لأنه معكم كلكم هنا في سوس تعلمت السياسة. غالي عليك هنا السياسة لأنه بديت مستشار في تفرج وكنت مستشار في داخل الكونسي البروفيسيال ديال تيزنيت وكنت رئيس جهة ودزت برلماني في تيزنيت كذلك ويعني المسار السياسي قبل ما تكون يعني المسؤولية السياسية ديال الحزب كله يعني كانت في هذه الجهة فأنا مدينة لكم وإلى إلى خدمت مزيان وكنت غادي علمتوني ما خدمتش مزيان فرقوا